الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكي طبعاً يتضبط كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. الحديث السادس، وحن نقصه باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الحديث السادس، حديث لحاد قصاب سنبابك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: صحابك وحولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي بان مغلو يقول له: لو أنكم هدي إذن تتوكلون أتلسرا لهيدين على الله سبحانه وتعالى إلهي دشي سوربي اسكوها لين لهيدين حق توكله تلسارت كيس ربك تلصارت لهبو ربا لرزقكم إلهي وحيد إرساق إلهي دين علف لها كما يرزق الطير سيد الشمبرها إيا هذا ربي وإرساقه محايلة تغدو ويك الله شمبرتو خماسا أيضا بقلالا بمعنى باها أما قاتيسا وتروح ويسود المتا وصوع الروضة بطانا أيضا على البورون مركز ركسن وحكا راه الترمذي ترمذي باوري حديثك وقال وحون حديث حسن صحيح صحيح بكتك إمامك سيد الراجحة كتبت نصطع عتيقضاء وحكو قرآن حديث حسن صحيح معناه حديثك معنيس ونبق تغدو خماسا وتروح بطانا نبق حكوضا تذهب ويتك تاشمرت ويجرماد أول النهار مالك نسكي سهوري خماسا أي ضامرة البطون من الجوع ضامرة البطون إذا بقد على شذو ولا لينها من الجوع باهدرته وترجع وصولا بتأخر النهار مالك نسكي سدن بنا بطانا أي ممتلئة البطون إذا على شو أبوحده حديث كامر كباب كي توكل كايو كسب سيهاي قد إله سبحانه وتعالى سير دبأ المسلمين أطلع سارتان وحيد إرساق إلى رب سبحانه وتعالى سدا وإرساق شمبرها شمبرت أرورت واك الله ذا أيضا ملا وحكوه مالا يوحكوك تأيسن شرين بيك الله هذا يضع علف في إرساق دي ربي قد دل بيسر هذا نيسا كدي من وحي سودة المتا سيدة بضان أيضا مركا دركسن وعلوش أبو حدو إذن كنا مركا وحاوه إساها داد إلى أطلع سارن لها يدي وحاوه سيدة سو ربي سبحانه وتعالى يلي لها لكن إذن كان لإذن كهلين توقل كي نبطأ هاوي حديثكم مركا متو سهايو إن أن لحوك سنين أون لكسبن أون لشقي سنين متو سهايو ووحدة دار أن لبحنين في طلب الرزق محايا لي شمبرتو وحي الله إمان إيسا شقو إيا عمل إيا الددال وإيادك الله إيسي شرماد إيسي قورينيس حيوانك إرسا قد الدون تشمبر بأغوه الرئي ساق أغوه الرقاقة تدك كلو فرديو الرقاقة ودولا قيبا كميدا أما قيلي دوا قيب باللابان مركا شمبر كوحو الله إمان إيا الددال إيو حوكس إنتو أوودي كراء لكن حوجي سمير الالنتيس إذا ذا الكل يمدين وحوك الدون وكهله الله طلا سارتا قفك مسلم كان سيدا صلى الله عليه وسلم إنه ذا وحوك أود اللي اللي ماده لكن ذا الكسون مير الاليه وحوك الدون يوهله رب وين قعنت سيكو شرتا إله إنه دايا للدونية أو مركا أو سنكو قلب حمانين أو سن شاء الله يتون سه دان يلي له أساس إنه قن لايد كان دانا سمين كان إنه قن لايد قومضا بلاشك وإسكدا أيه وحد ذلك إلهي فرو لي ماده مرها يؤمن وشيء هرجل ربي سبحانه وتعالى أو أطلع صار صزل الدنيا مهمد وحوي وضغط قاضي سنة إسكهوبي واحد على فن يسير ساقط أنا إني حالته إسكهوبي مرها حق هذه وذل كذب من مرد إلهي سبحانه وتعالى أدا الحديث السابع حديث كتضباط عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان رسولك لو هبلو هبلك أسقى وي أسقى براء بن عازب النبي هو شوي دي نبي أمرك أشر حي يا فلان هبلو إذا أويت إلى فراشك هدد جوجش هذا أض من طط دلمة بمعنى سوق أقاش هي ستين أتسحته وضو قلب قادين أتسحته إذا أويت هدد أوه يتامور دلمة إلى فراشك جوجش هذا كسر حن لهيد فقل وحات هذا اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك
رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة فإن أصبحت أصبت خيرا سيداس النبي كور عليه الصلاة والسلام مركز جوجل شهادتك توحات هذا اللهم أسلمت نفسي إله النفط يدي بان كودي بي إليك أذن كودي بالنفط نمركا بدن كذي جن كذا لجوا ضائي الروح ضائي إيو شرك هذا لما يسترم با أسلمت نفسي إليك نفط يدي الله كودي بي أن واسوك هذي بي الله سبحانه وتعالى ووجهت وحان أشي ذي وجهي قصد كي أشي ذينا إليك حق هذا لما معنو نبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا الاستسلام الظاهر والاستسلام الباطن متكهوري أسلمت نفسي إليك وظاهرك موقال كيغا إيو چنبودا إيدا إيو چر كيغا إيو بنا آدن هام بچريتان كيغا الوضان كودي بي قصد كيغا جدي نيادا ميشان سينا ينوا أديغا إذن الإسلام الظاهر لا ينافي النفاق أما وجهت وجه إليك ينافي النفاق لابد معنى النبي عليه الصلاة والسلام سكينية ومعنى دقيقة جدا معايا إلي روح النفتي سيلاهي أدي بي وحلقيا بأنه منافق بيهاي سيأدي بي واتكنيا وصوميا وصلاةيا وحجنيا وكاسد قبليا وكاقران أخرس بنيا لكن وشيدين كلو ليهاي وشيدين كلون الله أهين وان إخلاصي صدق أهين بوليه إذن قيبته هرى اللهم أسلمت نفسي إليك كما في الله إن قلبي قالوا إيق أور كاذي باطن كاذي إلهي سبحانه وتعالى أهو قان سما صدرت ذب الله بضب النبي قدر عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسلمت نفسي إليك له ووجهت وانشي ذي وجه أي قصدي وإرادتي إليك حق أن أجد الله إلى غيرك إلهم مقالك يقرن أذو كوه قان سما قلبي يقول أذان كودي بن كوه قان سما دن كرن ملي وفوت وانبان لغي أمري التلاد إذا الدنيا آخربا أما عمل كي ظاهر كي كهو صبا إليك أذان كودي بكو بندغي وألجأت وان تيرشي ظهري دبر كي إليك أذان كو تيري ومرك وحاوي وفوضت أمري إليك ذا زمرك محل شايد وقربه شيخ معناها سحديثك أكين صدق التفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى بل والدرجة كوريس توكلك درجة توكل كوريس وي لأن التوكل أي والدرجة صدحات وي درجة كوباد وهي وحاك كهوسية التفويض با كهوسية ودرجة مركا الله بعد نقول يكسي قيمة بدن درجة كسي دم بيسنا والرضا بكل ما صدر عن الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض والجات وانت ري ظهري دبر كيجان إليك أذان كوتيرنا يا عهد كلامك أمتيرنا يا سيدي أي مخلوقات كقاركود أنك اعتمادنا أما كوتير صدان أنو معين أذان الله كبدها يا وهي رغبة شعيل أن شعل دونيه رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك رغبة ومرك آد وحدونيس خير يوانك آدونيس محان الله سبحانه وتعالى نفسي ذكو ودي بي ونوشي قي قصد كي وشيدي ذاتيك وقرد قي ونعرم يقولن بخوق بندق تي ونعرم خوق ترسيد هدان كالمية قرقار وباهن هاي رغبة في ثوابك شعيل أن شعله في ثوابك ثواب كذا إيه خير كذا إيه ورهبة بقيت أن كبقيه من عذابك مرك وحيسكو رهبة منك ورغبة إليك إسكو حرية لكن اكتفاء بكجرة وحي اكتفاء ديجر قليها إنه حادة أما قليها بلاغيين تكجرة رغبة ورهبة إليك الله إسكو قبته إليك وحيسكو الرغبة إسكله رغبة شعيل أن شعله أن قود الرينيه إليك إلى رزقك وثوابك ورهبة منك منك ما يشك قوان حبسي أنك حبسن هايو عذاب كذي عقاب تالا لكن ما دبا لبدا معنى أسبوعين هيا مدبا لغا كافتومي أضنكم أمو لبدا إما في الترغيب وإما في الرهبة في الترهيب إن أضو حكب قيسو وحد كب قيس على اللوطة لسارتها وحد كعب وحد دون إسن إلهي با اللوطة لسارتها عمل كيسنا ولا لي مادا لا ملجأ ميلو إرسد مجرته ولا من جاء من لغا كره مجر من عقابك عقابته هذا ايو امر كذا الا اليك حق هذا موين
آمنت وان رمي مرك ملجأ وحوي وما شاء الله عينسد أما مكان أما بن آدم أما مرك وحك قبصد الروح والنيد لا هذه هبل أمبل أما مل هبل أما مقال هبل لا يداه آمنت وان رمي بكتابك رمي نبي الله إلهي آمنت وحان رمي بكتابك كتابك إنه اسم جنسي هاي أو لوجد كل ما أنزل من الكتب والصحف لوجد وادعي كرتا إن كتابك القرآن كي معين كلوش إذا نواردي عكرته آمنت وحن رميد بكتابك كتابك هذا القرآن كتسودك سي أما كتبتي السماء وهيدا إلهي حقي سلقك كيني الذي كتابك أنزلت آدك من عندك وبالنبي والنبي كان رميي وبالنبي كان بعض الروايات باكو يمد والنبي كان نبي قادا رميي الذي نبي قاسو أرسلت آدرتي يلا صدرت خير يا وناك نبي وحرف فإنك أضوء إن ميت هداد جيريوته من ليلتك هبينك أسجد سدا كدعى ستادات دمتو مت على الفطرة دين إسلام بات كل من مت على الفطرة أي على التوحيد رواية كلا عديسي مت على التوحيد أظنك سدا رب أولي مت هدم حاول من أظنك يلي إله نفسي ذي بان كودي به وقصد كي نيدا ذي بان حق هذا حجيي وأرنت يدور دم بان كوبان دكتي والله وذان كوبت يرسنا إياه عذاب كذان كبقي خير كذي ونا قدان رجينا وقدرينا يا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبالنبيك الذي أرسلت وحد من متشره فإنك إن مت من ليلتك أضاد مت على الفطرة أي على الإسلام والتوحيد رواية كلي وبنيت وبني له بيت في الجنة أدونك سيدا يلي سيدا قد انت بيت جنة والله لورد السهية هدي اللي من كان آخر كلام لا إله دخل الجنة هدي اللي يري محمد مدود دعاء كرم ما يسترن كلمة توحيد كأيد كل جد أيد وإن أصبحت هداد وبرستها بينك تاد أيسن قلين أتصوك عضو أصبحت وقد أصبت خيرا أصبحت وحد وبرسن ووكبري وقد أصبت خيرا قد بهلك كون بعض النسخ يقول يا روايات كبدن كون كيمت وقد أصبت خير أذو خير هلاي بعد مركز واقو كبري هيا معايا الأجر بدن بلغو قري إلهي سبحانه وتعالى كثواء أبال مرنا التوحيد بالله تمد إذا وحوي متفق عليه حديثك والله سوى وافقي وفي رواية في الصحيحين رواية بخاري مسلم إليه وحاكوي مد عن البراء قال قال لي رسول الله رسولك لا يوحي يقول لي إذا أتيت مضيعك ميشت شبسن الله إذا داتكته مشى ديل هيدا السيحان لا يدا تكتو فتوضأ ويسق هذا وضوءك للصلاة ويسدي الصلاة دوكلا فتوضأ وضوءا كوضوء الصلاة صلاة دي ويسدي دوكلا ويسق هذا رواية كله إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك هذا قبل تكتو فراشك هذه مشى السيحان لا هيدا جوجش هذه أضوء طاهرة قعنت مديك بركو وين صوص عوته مركان مركو جوجشك تأذو ويسق هذا سيحو ثم ضجع أجيب سو أجي أسيحو على شقك الأيمني لن كم مديك لن عرولك ديك وقل وحات جد هذا إذا أنت عدد ديريت اللهم أسلمت نفسي إليك وذكر وحوش يغير راوغ الروايات دم بإسكاله نحوه نحو الحديث السابق حديث كورت صومرتين مثل ما عنه الشيخ ثم قال النبي وحول عليه الصلاة والسلام واجعلهن دعوين كان وحات كيشا كلمة آخر ما تقول وحقدم بيسيط هذا كدقو كسيحو معايا إلينا ديه رياز عرب كذا أقدم بيال للدونية رواية فربضون إيه أذكار فربضون وكتم الباب كشغو كيني دونا لكن وحاوي شيء خيرة وأما قرآن آخر أما الدعاء إنا يكون قدم بيسال للدونية ومركع عند رباش بقشي هذا الإسكعادي إيه وحن ربي أجر كاسين هذا كم مشغولين محل شاهدكم مرك الشيخ حديثه وكان سدا وحوي وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك رواية حديثك أولي هاي أصحابك مركو نبي أشيق حديثك ودعاء أشيقي بأمحان بوبسيب الإنان حفظيه ونبي سيدي أشيق سيقى بحسن فجعلت أستذكرهن لأحفظ مركاسو أصحابك استمريه أمنت بكتابك الذي أنزلت وبالنبيك الذي ورسولك الذي أرسلت تقول وبالرسولك الذي أرسلت مركز النبي يقول ما يصاعدهن حتى وبالنبيك الذي أرسلت كلقات نبوة هي الرسالة ولا معنى كلا دوان أمتك كلا كجود بلارين هاي فكل رسول والنبي وليكس كل نبي
رسولا. الفرق بين النبي والرسول سيد الراجحة وحاوي رسولكنا شريعة أي لي مادة جديدة نبينا شرط ما إنه لي مادة شريعة جديدة إنه شريعة جديدة لي مادة والله غيابة إن رسالة كهرس مجدد أيها ومضوا كما أمولا يحسبون يسنية والله غيابة أيضو بعض الأحكام لغيابة إن لو كرديو مرك شرط الرسول والكتاب الجديد الكتاب الجديد وليس ذلك شرطا للنبي لكن نبي لم يدر أيضا صلم لها قرآن كديدي رسولك إلهي بها كل نبي ومرسل إلى قومه خاصة أو عامة إذن معناها ساميش مرك كجرة أدونك مرك حالك الدونية قلب إيا قالب الرب سبحانه وتعالى سديو أسقو عسكدو وحد ذلك إلهي فرنا ولي مادو حقا نوسس لغنين استعن بالله ولا تعجز ديوي وحد دقاقه اما داده لان الله تماده لكن الله سبحانه وتعالى سديبته حلقه مرك سريرت سيحرس وحوي وشليشل ما هي الا كسوك عين با لغا يابا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى مرك وحال دون ان الطهاره كسيحته ابن عباس بل لو يدي حدثك ولا يدي محمد النبي عليه الصلاه والسلام ايدي أدونك مركو سيحنا يوي سقبها كسيحدو وحول آخر نوالبا وحال صوب بحنا يوحو قد انتي إنك سوو ويسقب النف بحي آخر سوو ويسقب من بالا صو ساري ويسيدا الدنبي مركا لغرقا يلو ويسين ايو وحبا كوتر يميس وحاد كن نف بحي كوكو أضي ايا لغو صو ساري مركا أدون ويسقب أو طاهرة إن ايتيا لكوتي مادو ايا لدوني لأن موتك فجأة كو إيمان ايا يسأل لفيلين بكو إيمانية حلقة مركات قيري حلسو تهينا توحيد كاسا لقاربا حلقات قبلين حوق ذا توميسنا توحيد كاسا لقاربا هذه قربو حال الدون إلهي سبحانه وتعالى سديبه لقنا الرنشيغو نفاق عملي أمد عقد من نبال لقودعين الثامن حديث كسيدات عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ومرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب الغرش التيمي وهو أبو بكر يو أبو أبيه ومرك عثمان يو أمه يدب صحابة وأصحاب والنبي سوقر الرمي والراعي رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابي أبو بكر الصديقة ويلك أمة المسلمين نظرت وحان إيغي مالك يجري النبي محمد يأصغ ويكب حين مكة المدينة أسي سعودين نظرت وحان فيري إلى أقدام المشركين قال ذي قمده هذي اللغة هذي أدمده ذي بانفيري ونحن في الغار أنه قدك أن قرر من إن كجره وهم على رؤوسنا مضح يغن أيتاقيه قد هو نبي قال يا أبو بكر ويوريغ ورادنا يان سيسو ردقادا يان بماشي آقي ونبي يو كجر أبو بكر بيسود الاستاقي مركز سبحان أركيب قمده هذي أن قرر سعودة أنه أن قوه سينه ونحن في الغار قلت كأنه كجر وهم على رؤوسنا كركا نقا مضحا نقا اي مريا نتاقيهين فقلت وحان يا رسول رسولك الله يو لو ان احدهم هديمت كوت نظر ايق لها تحت قدميه لويس هوست ضغفرين لها لا ابصرنا وان اركنا لكن الهي وان نقا اندسابي فقال وحرسوا بنوه ما ظنك ملها ذو محويه اتكمل يسنيس يا ابا بكر باثنين لبا احد والله ربي وينه ثالث ما أوصد حيه إذن حامرك ميشو كتيرا الجمع بين أخذ الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحقيق المراد حديث نفس الشيء حديث كورة صومرتين قصة بسنة حديث عمر شمرها قصة بسنة يكوى اسكمي نبي عليه الصلاة والسلام بكر محيلي مادا أسباب تأي بلايدة يدبك اللهم مليقي يكقبت بادل هينو الهجرة والهرب من المخوف إن لغيه جرده لغا عره أو لإسكا إلالي وحق قرب دينيا أم الدنيا قرب هي هذا سبب الله تماد ومع ذلك صابك الله تمد إذا لو كبت باريسا كعادة أهان يدقان أهان إنو دليو وحيات كدونيس اللوين الله تعالى سارن ريا إذا النبي حلي مد الأخذ بالأسباب حو جمعي الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله في تحقيق المراد أو في تحقيق المسببات وحيال السببك يوحى الله إيمان يسو وجزوه أما وشيء وحكينا وجالب وليس ماها موجبا وحموجبا مجرور وحوالبا
sabab dhameystiran oo wixii laga doonayo la iman kara ama xaqiijin kara hal shay baa ka jira mashiatu rabbi subhanahu wa ta'ala وما تشاؤون الا ان شاء الله وحول بدال الله ايمان وحلقي بدال كون سمر دالين انت سنه شقين وديها دقال سميسد وحوق ادن هكرنين او خيلاد ادن هكرنين او وحدال او اد اد هكرنيس او سن جيرين ومع ذلك دقاله مهليس وان الله تن اسباب تدقالو هيلها اولاد بدن بدن رادينيسا وحول باد سمين لو سين مايو علمي يطلب علمي الله إيمان هل ميسد أظن واحد هكرت جرين مركا أسباب تلوجودر الله إيمو إن أسباب تعمليه لقد دون يهير جلسنا الله وين سبحانه وتعالى أطلع صاروا معناها سمرك ميشو كجرا لو أن أحد وحاكله كجرا إن لو رنكره أظن فيرنا يعادي رقم كسيدة تاي هل كهدان ما أنت مر لين سدا أي سدا بعد عليه سهدو صمي الله ساس إن قل ليد أظن كل سيها وشة سيدا عادوا دقنكو أي تاي ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا محور سيدنا أبو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لا أبصر هي العادة من القضاء أفبنان ننكو دلتاقن هدو هوس إيه ومحارقن أي عادة ينوكو أركو تاسو إمامكو كالله إيه تاوالو رنكر ومشروع طيب أضو كحر هاي عادي دقن كسودو ياي اون مركا ان لهين وح والبو سيدي سو نقريا او وح الهي مشيئديس كو خيرن قدر كيس يقضيس ان انفنين ولا اورن كرا با كو جيرتا وها قالو كو جيره المعيه الخاصه المعيه الخاصه ويكدو وانت قرب الى ادمي سو دو ياي اما او معيه وي كلا دوانت معيه عامه او لوغ جيدو ال احاطه بالعلم احاطه الله لمخلوقاته بالعلم ويكل دوانتا اي مدان ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثما بالاعانه والنصر والتاييد ومعيه خاصه ومعيه خاصه ما اتي سوره المجادله وشيغي ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا هذه هو المعيه العامه المعيه العامه وي. أو العلم إلهي سبحانه وتعالى صدح إيا اللبو أنا أبو بكر نبيك كأهين وأقي هاي وأن الله صعدا وحول بي السمين أيانا ومعهم بالعلم والإحاطة أما بداني ومحي والمعية الخاصة والنبي الله موسى يا هارون إنني معكما أسمع وأرى أكلوي ومعية خاصة ومحي والنصر والإعانة والتأييد والتوفيق والتسديد إلهي بان نقرب تاغون ونحنونين أو نوغر قاري أو قالضا نغين رصابي أو بكر إزدتشوي نبي عبساني عليه الصلاة والسلام سودان كلا كمالهي معناها سمر كم هشو كجرة محل شاد شاق قروام حي وقوة اليقين والتوقيع على الله من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام حلق آدم إسلية هي وقوة رمات بس رماني ونبي وليه ما ظنك باثنين الله ثالثهما أي بالنصر والتأييد والتوفيق والتسديد إذا ساسا لقى الدنيا إلهي ناد سكوحده سبحانه وتعالى وحاوا أسباب إلهي با مره دالية أما عن دالية وقوان كقاتك لي مش هذا ربك يقدرس وحكوحده مع حكمته وعدله وعلمه أدوك مركة أسبابتنا اعتمادنا عسكن أسبابتنا هدفرنا إنكر أسبابتنا لما فضيسته لما نعسكده هذا فوضى يسدو حكاية إمانا يوانيك حي سوما رواطعن في السنة إلا عسكدنا وام حي وطعن في الإيمان وشرك وشرك وي الله مصبب الأسباب التاسع حديث كالسقالة عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أم سلمة أهيد واسمها مقعيضنا هند بنت أبي أمية ليلة حذيفة المخزومية رضي الله تعالى عنها معيتره يدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوا إذا خرج من بيته قرقي سنبقى هدو كبحه وحواها قال كيدا بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رواه حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود نبي مكو غوريا كبخا هايو
رواية كان وحي النبي ولي قرية كما بحين أصوى الدعاء آخرين بترى أم سلمة وأن قصهم الرسول كان إذا خرج من بيته كان إذا أراد الخروج من بيته نبي مركو دونين قرية كب حين تسان بحين وحوران شري بسم الله إلهي مقع إيسان عسك هذا اللوين مقع إيسان عسك نايا توكلت وحان تلصرت في تحقيق أموري ومرادي على الله إلهي بان أرمه يوردن بأطل سارتي هرقلين تودا يوحد بان يلوي قد دفاعه اللهم إني أعوذ بك الله وضعان كاما قال أن أضل إن أنرمه أن إذن صاب يقول نقوانين أن إن الدين كان قرم مره ووضد التوسين أن كل ليحظه وشيطان أن فيها قوكتان بان الله كاما قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل إن أنرمه الضلال وامحي وحق الله قرم مره جهلا أو عنادا كلاقات مره أما جاهل نقو أما كسو قرم مر وإن وضد حق إذ لقل لي حذوي إن تضمك الله إطلاقنا جهل بأبدا ياهي إن حق إلا قرمر على جهالة طيب صدرت بأن النصارى ليد دواء الضالين لأنهم شوي إله بأشرقيا وحق بأي قرمر على جهالة أن أضل إن أنرمه أو أما أضل لا يرميه صب لا يقول نقضه آدمي بن آدم كلي مخلوقات كلي أي صب يقول نقضان وضد الرب إن أنويدارتهم بالمره أو ما سوى الله وحن كان من قال أزل إن أنسم بالرحضه ونحق كسقنا وايو أنقب قريرو أن تلاب صدون كت تلاب صد حق أزل إن أنسم بالرحضه مركا أن لقت كقذا ماشي أي كت أجنيد حق هاي أو ما سوى أزل لا يريحه لا يتخان تغيه أو لا يسم بالريحه ماشي لا يريحه هذا مو سوى قوة ضم بلقيا وين كارن قاشيا هذا إسلا صحن أو نبتة هنا صحن تي باصير القوة والقوة ضل لقاعد كاني هؤلاء إذا قبطر يروك كلي عروتا كافر حالا أنت هذا كبد بدوت كات كات تلقى كوسو دجان تلقى دو كذا قاتشون الصومالي بابد أيضا كلب حين ذلك محاكات دوي كان مع دين تما ذاكر يا إسكالي محاذو ما تشقيسته والله شقيستاي علمي أن برم بتكوه يسمع مش كذا جاي هؤلاء أدو دور لم بيسي وبهدي ليان أيو قرصنا ليان يا مركز دم بوحي باكل حمار وادقي با أضو عماد دقوا قميص كسيبي أسروا لس كتشوفوا بودن بالأرك واحد كين لمار واحد كين لمار ده قط ذي كاب بتاع ويكوال هاي سو ما إذا مغلين كي لحد وقت اللوغة دقي أي اللوغة دقي لحد وسوس قيي نما بقطش التوجع إن اللحلة وين انتي قبطان سكو حراريان بيربان ويس قيبيين نبى ملو يستاقي حور ورام حوا حد ساك ود أي حقد ودا وريم وقت اللحمة وتابور أعوذ بالله من الشيطان وكان رقاق وحيرمك وذا صور الشكسان يا كيس ده حد لباد وحوجي وريج حاجة وذا وهواله ورمي إيه وذا اللحمة وطاي أصله وكان رقاق كي أفراد مركم رأي لحن تيسي داي وعرر حاجة كقف سن وقور على وعره معايا بنادو هذا يكون تشد ويكوالي كرا أفر نينو إستبت تاجون النول بنين أجين بسكر الدعيان يسكون راعين ورقص وتشدي توجا وصوت الشط. مرك آدموه أضو الصحن بيمرك قارقود حيكون قرب مرينا يار. حقي بيكان قاتشن أزل أو أزل لا. سؤال ويقان وحيدن. تين إيو. تين كاب وقذف صدا. تين جان شيطان كده أبالي صدا. يدك هو فعك هو أين جاب وقذف صنيع. يكوال يار. مسكح على الرجي. سن نفسي على وله اللي. وحد كده عند عمرك. وحاد وضبه إنه خلديه وحاد وضبه إنه خلديه نيجا مستشرق فرنسيس كا إلا قلت شيء مسلمين تسير له بدأ إلى حول مسلمين تجاوب سيدنا لما تقال لم يكره لكن وإن المناهج قصما إنه هي ثقافة هي منهج تعال أقره منهج كاسون كو قرنا إنه وحي إنه وأهرمني إلى آمنان ويجو اعتقاد وحي وطن ورم بإنه يهاي وحي أوكيان تخلف كا يهران نمت كا يهرمر لأنت كدب أيجا إزدلي مركهم بنك أتكان كرا قريء وطن إلى أيجو إسكون دفتان ويأمنان وحي وطن وح خلدان إنه يهاي صاب نوعه الدم هريتان كودي يد الدمر كودي يليدنان تودا كمرة ينكر ربور أنت لكن أعزيه وعقيده ككل سويه ويأمن سيه كان أنا يكبت بعدها هيا آخرية أدنبا حلقة قادم مايا تاسين نقطة صدرت هذا مكاد قوم ربطنا دم سيد هذين فأفسد مناهجهم منهج التعليم جاء وحكوا برهن هيان بالباب بإياه ثم إذا رجعوا عروت النهست
arurteen hadda waxay soo wad aragteen hadda dalkan wax lagu soo wadaa ilmihi shanjirka in la baro dhaqan xumada dhaqan xumada inagoo kuwana waaweyn baa marka laga sheekeyo hawlaha dumarka iyo ragga cufan iyo dhiran bay dhihi jireen alla ku awood waxaas la yaabi jireen ilmihi hadda shanjira waxa la rabaa in la baro idab daradi ingiriiska laga soo waaray dalka hadda la keenay waa la fulinaya iskuuladkeenni jaamacadaheenni waxbarashadeenna wax iska noqotay mid u adeegaysa waxa la kaa fogeeyo taariikhdoodana waa la baabi'iyaa manaajidu fasaada taariikhdoodana baabi'i hadda markaad ugu faantamays maxaad ku faantantaa faantankeenna waxaan ku faantamay nin walba awowgii aabbihii khatarta ahay een libaxsan ka taabta ahaaye waxyaabuhu soo maray awweynna halaag u ahay oo keligii duul bu ahay howlahaasaa la daldalaa weli waad runta intaa duqi oday ahaa aad wuxuuntu ku tumayso inuu fiicnaa inagu marka taariikhdeenna diineedii abtirkeenna dine muxuu ahaa waa asaxaabatu wataabicuun iyo ahlu khayrkii naga horreeya wey ayagii baa weerar hadda ku socdaa si lagaaga dhaadhicinaysan ahayn waxba yahay waxba yahay aysan ahayn markaad abtirkaadi in karto maxaad noqon haddii ibliis waa ibliis baa noqon micda lagaa qaadan marka abtirkaadi lagaa gooyo oo taariikhdii diinada lahayd lagaa soo afxiro maxaa lagu samayn abtir cusub iyo taariikh cusubbaa lagu hagaajinayaa oo lagaaga bilaabaya christopher columbus iyo vasco da gama iyo balaa lagaaga bilaabayo suma taqaanaan ma jira kurayda carruurteenna awa waxaa lagu xidhay qolyo ciyaar ciyaaro oo gaala ah iyo maraykan xilligii la helay oo maraykan maxaa naga galay xilligii laeyay xilligii la waayay naar allaha ku shubo maxaa naga quseeyay abtir kale ma jiraba gaalo soo duusho kugu talagashay inaad ku baabisa lagaaga dhigay horyaallo iyo dad mudan dayasho taariikh gaal walba magaca maanta le carruurtiina way yaqaanaan meeshuu ka yimid iyo wuxuu yahay mushaarkiisa yaqaan dharku xidhay yaqaan quruucdiisa yaqaan oo cuno wuxuu ka helay yaqaanaa inuu ku hadlo mana yaqaana abtirkooda diineed kama warqabaan oo mashkadeena haysato marka kuwaas goormay wax kuu qaban ciyaalnaanaab oo la hagaajisto bucbuca wey waxba kuu tari maayaan marka dib in looga tacab dambe in looga noqday u baahan yahay kuwaasoo kale أن أو أزل أنو أنسن بالرحضة أو أزل أما لا يتخان تقيو لا ينسن بالرحية أو أظلم أنو أن حد قد بون مدى ظلميه إن شيء ميلو هلا عندك وظلم ووضع شيء في غير موضعه شيء ميلو سن له ضادك تظالم باتهاي لنفسك وللشيء بظلميسا حق إله لها تضعون كسي تظالم باتهاي حق إن كان لها ضد أحد كلاسي تظالم باتهاي أظلم إن أن ظلميه غير كي أنو أن ظلميه أن ظالم نغضه وأن الله كان مغان قلي أو شيء والباء ميلو سن لهين عن ديقه أو أظلم اللي وحد قدبه وحان إقبانين وان حق لهين لا يسيه أما الله إلا قابل الله إلي ما دو لي مريه أو أظلم أما الله يظلميه غير كي يظلميه أنو أن مظلوم نغضه مركا يدا وحان أكلو الله كان مغان قلي أو أجهل إن أن حد قدبه جهله هنا علمي ما وخا لغا الجهل الجهل العملي وي دقنا وناك سنين نينك علماء دقن با لغا ربا اوديغا وايلكا وخبا لغا ربا او لغا فيشا نينك دانيو وخبا لغا فيشا نين ولب خوبين بولاي هادل بولاي هي حاجولاي قاب دقن بولاي هي صدرت وخو قولاي ان عرورتني عامدينو مركي ادو نين ويلو كوغو اركان وخان كو قبانين ورواسدي عرابا كوغو تالي yani waxay dhalinyarada lagu dulqadan lahaa ama laga filayo hadda idigu ka yimaado way kula yaabahayaan nabigu taas waa ajhala inaan xumaan sameeyo dhaqan xuma la imaado waxaan iqabanin ninka laga sheegay mataan ciidmiyo ahaa fal xuma la iga baybuur fadhi xumana ana iskaga baybuur yani waxaan ku qabanin oon xubinkaada ahayn oon waayeel iyo khayaar dhaqankood ahayn in lagugu arko أو أجهل إن أن حد قدبه أو دقن المناسب يقول أن لا إماده أو يجهل علي وحن قبنين لا إله بيك سدو لا إله سؤاده لا إله يماده بأن الله كان من نبي وحو كتك مجران وحاسو دوا معي وحكر بسم الله وتوكل توكلت على الله كدب ندعاء دوا معي إلهي با تلا صار نيس وحو البؤو دبا الله دو تلا صار ربك كدفعه وحو البؤو خير إلهي با سبحانه وتعالى آد كعطني سائنه كسيه imaam ku xulay xadiidku waa sax kadibna uu ka hadlay hoosta hoos wuxuu ku qoray wadaadka muhaqiqa
حديدك سند كيسوا منقطع بوليه هاي مركي أنت أنا وكقطع أنتوش شيء انقطاع وأخلت بعد مدة وحديدك ترمذي با صحيح يا رحمة الله تعالى عليه وكذلك أبو داود في سنن بقصه صار وسكت عليه فهو صالح عنده أنت وحدير والله بضع بكفي عن تصحيح ترمذي هي سكوت كأبو داود بكسر قيام احتجاج النسائي في سنن الصغرى في موضعي حديث كقول يسوع كاري باب قولوا أجنتي باب الاستعاذة من الضلال باب كان تجنتي بحديث كان كاني من هذا الطريق انقطاع شيء وذلك محق وحوي حديثكم من طريق منصور المعتمر شعبي مريا شعبي عامل من شرحيله شعبي عنه من سلم هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة علم ديني بالله الشيقة إنه يجيري كذا كتب التراجم الوكين ولي أنا هذا الكمال ويوم سوقوريا إلا لك مطبوعة مدينة وانكفيري ما أنت كما أرقى أيهم بانكو ديننا علم ديني أبو حوش شعبي لموسا كل من هبل إيه هبل إيه هبل إيه ولا أمة سلمة ولا أمة سلمة لموسا كل من انت اصلا لغا شيغ انقطاع عاصمركه كجرو وعدم اللقاء شعب عن مسلم لموس كل من بو شيغ علم ديني اذا علماء خلافته باس ولم يتابع عليه احد كن راعي عالم مجران ورك المدير او يري شعب لموس كل من ام سلمة لا يتابع عليه ولذلك حاكم وحجري مركو حديث كان ورني في مستدرك وحديث صحيح ابو ري وحان لغا يابا ان اسموتيه بوري إن شعبي أوسن وحبا كم مقل أم سلمة وانا كم مقلي وانا أقلي عائشي أم سلمة وقد أكثر رواية عنهما والله كل مي وبوغضي قريه دو أغوتك وانا كوريا بولي طريقة أبو حاكم الشيغي بين هرتيك السعودين أبو داود نسائي إيا ترمذي انت وحاديرو إن أهد الله تلمامه طريقة المدينة معها كلية إن حديث الوعي انقطاع انتو كل سنة كوا منقطع أيو حديث كان واصحي إلى هذا انقطاع عن تو كوشيغو يو حكورا حديث هو صحيح سيدا وحكو سمي حديث ور أبو عبيدة عن أبي عبد الله مسعود وحوله إسناد منقطع والحديث صحيح ثبت بوي هذا قضية دمرك وانقطاع بس أوشي المدينة طريقة يسوف مقف في الحديث كان لقوع الليل انتو انقطاع سوي حديث ثولي بالصغة لأنه أصغو انقطاع الجري يو حيليين حفاظه وان بان ان كان حديثا توقع لي وحان اغاني مع انقطاعي انه لا يروي عن فإلا ما هو صحيح بيد هذا انت وحادير مراسل الشعب واصح عند المحدثين حتى دانصل لانه ان شعبي اوسن وحك اوسن لكل من ام سلمة اما اوسن كم قال مراسل الشعب عند المحدثين واصحاح وحاكسوا قرسيدا ايضا محدثون وردان علي شيخ الاسلام ابن تيمية في السارم المسلول وحكوا له سوقوري عجلي في كتاب الثقات بسوقوري أسيد المدينة أرسل الله بنو وحوقبا مراسيش شعبي هي سعيد المصيب إنه يكفي عن تي حديث كان مرفوع موصول كأول يد ابن الحسين القرش عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري مرسل الشعبي وابن المصيب أحب إلي من حديث داون الحسين عن عكرمة عن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وحوث سمي مديني حديث كالشعبي يمرسل كأيش يمرسل كسعيد ابن المصيب وسمي وحايد من قوانك وكل المديني من مراسيل سعيد المصيب مراسيل سعيد المصيب وصحاح عند المدينة وعند المحدثين إذن حنقنا أمرك مرسل الشعبي عنده واصحيح عنده واصحيح سيدا درتيت مرسل الشعبي وحرديا مطلقا ولقيماري قبل من القيم لا يوجد في المحدثين من رد مرسل الشعبي مطلقا ويجرى أن من إذا مرسل فلان بقى أقوى منه أو أصح منه كما المعين إلى مراسيل الشعبي وحاكحوك بدل مراسيل إبراهيم النخعي أما مراسيل سعيد المصيب لكن هي هذا مرسل شعب لمح جيسان ننعضي ومحدثا مهي إلا أن يكون ابن القيم متأخرة وإلا أن يكون الشافعي أولقون أولبحي مراسيش سعيد المصيب أصغنا قعيز مكلا باري قعيدك قوني أماها
سعيد موسي وقاعد خصيصة نو والبو هذو إرسالي حديث كلا يرسل إلا عن ثقة مع علو طبقته أو وساطته برك حديث كلا جماعة الله ينكره انقطاع وشيء علم الدين لقسوه لماذا لأمور انقطاع كلي علم النقض عند المدينة في تضعيف الأحاديث ومنهج أوليه هوي مد اللبات لقمر راعين ولقو خلافه وحكو خلاف أبو داود ترمذي نسائي حاكم وكذلك النووي وابن القيم وابن المفضل المقدسي في كتابه الأربعين جماعة من أهل الحديث انت أصول هذا لقو خلافه أساق الله تركيس مرسل شعبي وقوي صحيح عنده اجمعنا ولا سوق أن مراسل الشعبين صحيحة سيد ابن تيمية وسوق في الصارم وكذلك العجلي في معرفة الثقات إناسين وكقتك إنا وحي أنك اللي هو كقيم بن هولها صورا بيقسف عن دار قدني بحديث كان في العلم في موضعين لما ميلو دقوه ويدي ماشي يقول قيم بضان وصدح كون سغال بقول لحنا أفر بطك في رينكرتان هل اللي هو ماشي أنك أهين الاختلاف على إسناد الحديث اختلف على الشعبي وصلا وإرسالا مركز شرحي مركز الوصع والمحفوظ وحديث منصور معتمر ومن تابع وانا طريقا وطريقا إذن هدو انقطاع جرو وهو العالم المدقق الذي أحاط علما بكلام أهل العلل والتعديل دار قدي مركز ورك شعبي علم الدين موسى اعتبارني لابن بلد بن كسو علي هوشا رقك الله وحيوقي بنا وقوش على هاي موقف النساء وموقف الدارقطني إذن هو شاس أيضا أنت إنه كقطع ما وحقو خلد مرك التعليل كازو أحاديث كود عيفي شيخ مقبل الباني وواجد بأصنع وركاسي اعتباري أردني سو قليعه وسليم هلال وكمدي وخطأ حديثك صحيح حديثك صحيح من جميع الطرق دل في ري حديثك إلا هذا اللوع إلا إن كان من بوقته حتى أنسل إنه انقطع جرو نفت الكيسان رمنا ولا هو صحيح بمراسل الشعب وسحاح عند المحدثين لكن مرسل بما هو شعبي أم سلمة والله كل موانا أقلي رواية فربضان نوع عضي النووي بجيران رأيك مرك وحاسحا حاكم بهذا كهب السدي وحانا تاقرين مقويات كلي حديثكم مرك السداس وي دعاء النبي قبو الشيك هل حفظيها هل مرد دعيسته هل قد ذلك إن شاء الله تعالى العاشر حديث كتبنات عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال روحي إلى هذا يعني نبي وجد النبي إذا خرج من بيته أي إذا أراد الخروج الحديث كان ضمن وضبط الشاهد بويا حديث كهوري إذا خرج من بيته قرقي سمركو كبح هاي روحي إلى هذا بسم الله إلهي بان إلهي بان عسكذي توكلت على الله الله أن تلا صارتي ولا حول حيلتي ولا قوة أودنا إماها إلا بالله أي إلا بمعونة الله وقدرته يقال له حال قرن هي حيلت هي كارتا ضحكو هرجليسو هي مسكح هي فكر أن إله كوافتشن مهل كرتيد أود يمرق الحقوق قبسن كرتنا ماتو إلا بأمر الله ومشيئته وقدرته يقال له نجا حال قرن يهودي توالو هنوني تنجي إله تلاصارت يسودي بي يا ربي عسكذي في أموري كلها دوان هنوسن وكفيت ولقوا في الله وحد كبقيس ولقوا في الله ووقيت ولقوا إلى شو الشيطان ولقى إلى لي وتنحى عنه الشيطان شيطان كان كديرن وكف غانيا رواه أبو داود والترمذي والنسائي نسائي أبو داود بورية هي الترمذي وغيرهم يغير خضوي وقال الترمذي حديث حسن وحديث حسن وأذى وناقصن زاد أبو داود أبو داود حقدر في رواية مرك حديث ورنا فيقول يعني الشيطان شيطان بحورنا يا لشيطان آخر شيطان كلو حكورنا يا ليه وحسو شيطان الشياطين توي كيف لك سيد حقوق قاضي كرتاوي كيف لك سيد حقوق قبان كرتا برجل روح مسلمة وقد هدي الله نوني وكفي من الله حق الله لقى في الله ذي ووقي الشرك هذا لقى دوري الشرك هذا واحد ودوم لقى دوري يعني توحيد كأود حوجي سوح بغن بأنفعية صادرت حتى قليان رقاد معالجين تا شياطين تو طريقة أقو في عن الله قلت دقا لما وروحين وتوحيد كالله بدي مروا البوت توحيد كآب بدي سو يورد دقا توحيد كا أما لا إله إلا وحده ولا شريك إلا آخره أما توحيد كان عادي أما الدعوين كانوا كله وحوى البياك هاقف في عن
مر والبود إلهي اسكحه الله وتوحيك وحوه يستو وحاتبر بيلي الشيطان كل بيي طريق الدنيا كل يمات مرك استغفارته هي توحيد كأوحوك بدن توحيد كنا محوكين يا حوكين يا الله سبحانه وتعالى تكحر ناتو وحيرك هذه ربك أوحوه يستو ويقين تضوئي كرده إن إلهي كحرنا الشيطان حكم قاضو إن إلهي كحرنا الشيطان حكم قاضو إنما سلطانه على الذين يتولونه طيب هذه إلهي كحرة تضع صق حرقي سأت كذا قاضو حوي كلا تكتئ استغفارتنا محكين إسا دم بجاذي بيران إسا دم بباب بين إسا عريض إلهي بكاقة بوشين إذا مكو دم بجاذو يراد وعلى الله أقبل إياه وحد الله كبر ذاته ليسا لكن أدو بحو قبل قادبا مسؤول نحفر ليا هذا نوع استفاع عايا هذا سعون ما يسوش عايا دا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك وحولي كان أخواني لبولا لا تشري على عهد رسول الله حلق النبي محمد كان أخواني لبولا لا تشري على عهد النبي حلق صوبنا عليه الصلاة والسلام وكان أحدهما متكود وحوها يأتي النبي نبي وتجرو علم جاي أحاديث كبران شري والآخر متك كلنا يحترف وشقين شري وحوج شري وحيسي والك عالفن لهاين كعد جاي لهاين مرشية مشروف كدجان لهاين بوشو شقين شري فشكا وحاء أن دعوذ دعوذي المحترف كل شقين يبقى دعوذي أخاه ولك بكاد دعوذ للنبي نبي وقد دعوذ فشكا ودعويه واشتكي انه هو نقان اشتكد هو في صومالي وانا عربي فشكى المحترف انك كاسب كا يحوق يا شقين يا شيكتي اخا والكي بو كشيكتي يو اوغا شيكتي للنبي اي للنبي سبحانه اوغا شيكتي نبي بو سو اوغا سو جواب كل وريي ولادها فدين بل ساعدنا علمي برو احاديث ايغا قاد انت كان اورد سو شقو حاب سو غرو سو حنغغب ينبي وحول فقال سبحان لعلك ترزق به لعلك وحلق يابا ترزق إن لغرزق به أي بأخيك بدعوته وإخلاصه وصدقه يقعد أقعي طلب العلم إن لغرزق لغي يابا وهذا حدث مدرسة إن أتقلد يقعن كل هذا وحب لغي يابا إن أتقلد يقعن لغوله بيل كان إيو بقالها أذكين يسي حقون حولها أبو حلق يابا أتكوه ليسوه نين كافدي وحبرنا هي سبب كيس وإلهي يقول إلهي وعلك حسن دي بلا وقعد صبرك إلى وحلال كوس وآدي حق أن حديث كي دين تبو برنا هي أظن مركو حديث بود إسحاق ولا الكاف عن كل هذا وهو أبال بابا الشيخان إسحاق النبي يقول دعوان هيب حق أظن وحوي أضاب أبال يقول لك اسمه أجد اسمه ورقبتي رواه الترمذي بوريح بإسناد صحيح على شرط مسلم حديث صحيح على شرط مسلم أو مسلم شرط وحكوس صاره أما قص صحيح يحترف قصة يحترف وامح يكتسب ويتسبب يحترف حرفة ومن الحرفة وصوش قيستا سبب لي ما دلوه رقالي رسق دلوه له معي لي روح أن لسع إنه واحد مرها قعنت أتقه يسو وحبا لفظانية مركز وحي يسكن نقول لا يعرفون لأهل الفضل فضلهم فالخير عندهم والشر في قرني يعني الروح مركو واحد قاعد تكوه سقيمة لليه أي أيوة كوكو حرمية فرد قاعد علم قاعد بران أيوة وقت قاعد بحنا يسوى هذا الروح ولا خلدان يا أي قيمة وصل يقول فرد محلف الحمان واحد هيس سقى أبال كوكو شيئا سقى كوك دعوين أيه سقى وح كترية مرك الله يعرفون لأهل الفضل فضلهم فالخير عندهم والشر في قرني شر خير وأسمية وناك يحمى وأصي منتاي علم برشئ يجهل نماذ وقيس ووين أرض وحنك قبسية دميركي وأصي منتاي إذن نبي وادرين سيئي علمك إنا لفوذي سنكري مرد ورهب لو ورنت وعلك ورنت وي استاقو وحبرو أرد دقاق مركن رقي إنا قعانت وحكوها يا أما حوق سدا ذلك قرابة أهلك معارفت مساكينت أدو حسيسار هموذين إنا تقلط بدن يا قام بدن كل يوم حلقة يا با واحد وضام ورنبا إن أي تايحو يا كنتن كنتن كا يا طور إنسان بشي إن أدخل قنتي وما لك كنتن كا توجسان با لا إذا كشبو وهو شدنبا أي خارق دان وحس عنواي
qaraanka yarad bixinayso ummadaha ugu mana sheegana waxa laga yaabaa inaad ku dhaqan tahay nabigu waa ku soo celiyay la'allaka turzaqu bihi fa innama turzaquna wa tunsarun bi du'afaikum wa hal turzaquna wa tunsaru illa bi du'afaikum bi da'watin wa ikhlasihim dadka taagta yarar ee lama dareemaanka ee la qiimeynaynin baa laga yaabaa ducadooda inaan ku dhaqanahay oo ayaga ku joogno marka waa in tixgelintaas maskaxdaas ay ka bixin oo ku tala gashow waxa kale ku jira in nabigu muhammad kaleey salaatu salaam warhabeelu waasix waalka caawi waalka caawi waxa kale ku jira haddii isku ka qabtaan inaad ka fariisato xoogsigi iyo cilmigi barashadiisi baa isku ka qabtay inaad cilmiga barato iyo inaad xoogsitaad isu keeni weyd kee loo go'aya cilmiga rsaaqada rabbi baa kafaalo qaaday jahli iyo yaqiin la'aan iyo aqoon daraha ku dhimanin maalinkii ilaahay ku abuuray xabiibii aad ahayd baa la qadaray adoon adduunka inan baa la qadaray ninka loo diray xaatim al-asab waxadu saalixiin alkibaar ahaa calaa tariiqati salafi saalix zuhdigiisu iyo tacabudkiisu ahaa baa nin aad u qiimbaoo mutawakil calallaahi buu ahaa waxaa la yidhi maxaad ku gaadhay hawshan iyada afar baan ku gaadhay buu afar arrimood baan ku gaadhay tawakulkan iyo sidqigan iyo yaqiintaad igu tuhmaysaa waxba ma haye laakiin waxaan isleeyahay afar baa ilaahay igu siiyey oo maxay tahay waxaan ogaaday buu yidhi irsaaqadi rabbi ii qoray axadan aniga kaynuusan cunaynin calimtu anna rizqi laa ya'kuluhu gayrii irsaaqadii iyo calafkii ilaahay ii qadaray ii qorsheeyey ii jaangooyey axadan aniga mii cunayaa maya marka maxaad u hanqaarmaysaa dhaqdhaqaaq wixii ilaahay ku siiyey arag maalinkaad wax aad ku soo bixi weydana salaadaha si tartiiba u tuko adoo maqan oo xawilan oo beerku ku gubanay ha tukanine adoo degan tuko fatma'annat nafsi buuri calimta anna rizqi laa yaakuluhu gayri fatma'annat nafsi yaqiin hadaad leedahay ufto wax walbo rabbi kuu qadaray inaad helayso irsaaqadaadi adoon dhammaysan adduunkaadaan dhaafaynin calafkaadi cid kale aysan cunaynin hebel suuquu naga xiray halkaa horu iga degay wejiga ii bannee dhuuntaad ii taagan tahay oo iska sheekay barley innagaa nafta ku soo sooy xaqiiqa jirta maaha wax calafkaadoo lagu dhaafin karo iyo kastabaaday oo laga qaadi karo miyaa jira qoliyada soomaaliya islayn haya sixirka iskala daalay nin walba mukaan buu u tagaaya nin buu ilfa u qaadahaya waana wareeriyeen iyagooda sakaraad oo sixir iskala soo daalabay haddana safka kula galahaya waxaa igu darayd maalin dhaweyd qoliya ii yimid niman ahliyiin bay ka sheeganayaan niman safka horiyo masaajidka aan laga waayinin bayle wayna sixiroon oo dhulkayna dhigeen kii yidhi hebel baa isixiray iyo kiilalahaa waxbuu sixiray yaa midna midigta iga istaaga maanlabadoo masaad ku tukanay min dabidix iga istaaga wasuwaas baa ku tukaday maxaa laysku layraya dukaamo cooshado yaryaa laysku layraya gaaladan dhulka joogtay madowga unbaa mid walintiya shan boqol la siiyaa la isbaabi'inaya dhibkii soomaalida isku hayaan waxaa ka dambeeya oo ku salaysan yahay yaqiin la'aan tawakul la'aan iimaan la'aan nin walba wuu aaminsan yahay wixii rabbi u qodray halkiisa ku helay dhibkaa ma yimaadeen aan u laabto qisadii sayidina xaatim al-asam qodobka marka wuxuu ii keenay buu yidhi inaanan qoob garin oo naftaydu ay degtoy xasisho qodobka labaad wa calimtu anna camalii laa yacmaluhu gayrii fashtagaltu bihi buu yidhi waxaan kaloon ogaaday buu yidhi camalkii waajibka rabbi isaaray أحد كلو إقاقادي أنو سنجرين لها ما كسبت لها ما كسب عليها ما اكتسبت كل نفس بما كسبت رهينة عمل يواجب سارا يشقى إيطالو ربي يدون إنا يجرتنا وان أقاذي وإي سنجرين أحد من آدون إقاقادي فاشتغلت بها بول. عمل كاس فاشتغلت شقى دي بانكو آذي إرساقا دي وحان أقاذي أحد أنا نهي نسعونين نفطي دي بادكت هوشي cibaado ahayd ee camal rabbi ii diray axad kaloo ka qaday miyaa jira idan camalkaygan ku hagaagay buu maxaa kaloo waxaan kaloo oga wa calimta anna almowta yati baghtatan
فأبادرهم. حكلون أقول هذا جيردو كذا يكون إيمانيسا. سلما فلان أتكون أفبيعي. حالي بأنت أضو حساب سمو البريء سكايا كين أفرسع قال في براميد بالولية. هب الأول ويقدر يرتي. كذا هو هنا يدي اللي يهب لا دمطي. قرما يدي من شلي ونولاي بيجري. قرما يدي من شلي ونولاي دقال لم يسي. يعني هو علمت أن الموت يأتي بغتة فأبادره وأن كرق هيا وأن كدك دقي وأنتو سن سكذا كوجو إيمان وأن شقيري وحبان آخر دقاني إلهي بان أدواني أذكرتهم بضيري إلى ليدي نكا حاتم الأصم نبا في روعيدي هدي ليدا بالربي نفتو كاب حيسا عمل كل إيمان تري موسى أول كرين وحقدره هدي لي حاتم وبالربا أفرس عن نفط اللقاء قاضية عمل كي خيرات كل إيمان تري وحبكم مصدر كرين معايا لي وبحي هرمبا علمت أن الموت يأتي بغتة فأبادره يا عمل كردية نينك هوران قابس أها إيه ملعوبا بنايا إيه ملها شكينا إيه أنسو شعب نكو وقت إسكي قد لتري وقت إسكي مواب بوحي هدي اللي بريبا نفط لقا قضية وحي قدر كريم الجراء وحي قرآن آخر إساء وحي الصلاة وحي الصون واب بوحي محاوضا بيوك قبا قبي وحان كلونه قاذب وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأستحي منه وحان كلونه قاذب إلهي إشي سئني إلي تشرته وهذا يقول بي أركو ربي دورها يو مركا واقح الشوضي بالإله سبحانه وتعالى إنه ماشو يقرر بي إقوى يو وحي يقرر بينا يقول أركو بان ربي كح الشوضي أفر تاقضوا بان إسلاحي هاي بوري سابقوا ويهين وناقل لشيغي يتوكل لشيغي علمت أن رزقي لا يأكل غيره عفو غيري فاطمأنت نفسي وعلمت أن عملي لا يعمله عني غيري فاشتغلت به وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأبادره وعلمت أن عين الله لا تخلو أني لا أخلو عن عين الله فاستحييت منه وإنت نبي كوشيغوي مركز رب مراقبين يسوء وتقرن يسوء حول بشيء والميسة ديجي لكن ضيته وش أسكسه حطه مشكلة وي باب في الاستقامة تينوج والله سبحانه وتعالى عليه.